السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم جوج الانواع ديال العصائر اللي كيجيو ممتازين، كيجيو لذاذ بزاف واقتصاديين وكيعطيونا واحد الكميه اللي هي لا باس بها. غادي نبداو بالعصير الاول. عندنا فيه 4 الحبات ديال البرتقال اللي كيكون كبير، 3 الحبات ديال الموز اللي كيكون طيب، 5 الحبات ديال الجزر اللي كيكون مقشر ومحيدين له القلب ديالو ومقطع بشكل طولي باش غير كيطيب ما كياخدش الوقت بزاف. وعندي 2 لترو ديال الماء. الليتر الاول غادي نستعملوه في السليق ديال الروز، عفوا ديال الجزر، وكيس واحد ديال السكر الفاني اللي تيبقى حسب الذوق، والسكر ثاني ده حتى هي كتبقى حسب الذوق ديال كل واحد. الان غادي نبداو في الطريقه ديال التحضير. من قبل انا قشرت 2 ديال البرتقالات وبقاو عندي 2، غنحتفظ بهم غنضيفهم من بعد في الاخير. غادي ناخذ هذوك 2 برتقالات اللي قشرنا مزيان، تنقطعهم على شكل دوائر بهذا الشكل باش كيسهل علينا نزولوا ليهم هذوك البذور اللي كيكونوا لداخل او هذيك الزريعه اللي كتعطي المروره في العصير. بهذه الطريقه هذه كيسهل عليكم تحيدوا هذوك البذور وكيبانوا لكم مزيان. الان غادي نسلقوا هذا الجزر ديالنا، كنديروه في طنجره او في كاسرونه، كنقطعوه رقيق باش كيسهل عليكم في السليق ما كياخدش الوقت بزاف، دغيا كيطيب. غادي نضيف عليه هذوك 2 البرتقالات اللي قشرت وقطعتهم على شكل دوائر. كنأكد على هذه القضيه، ضروري تحيدوا لهم هذوك البذور اللي كيكونوا في الوسط. وكنضيف عليهم لتر ديال الماء. غادي نغطي الطنجره وغادي نديرها فوق نار متوسطه وغنخليه كيطيب حتى يغلى. من بعد غادي نحسب له 15 دقيقه حتى كيطيب لينا الجزر. ملي كنبركو عليه بالمعلقه كنلقاوه طاب مزيان. الان بعد ما كيطيب لينا كنخليه حتى كيبرد مزيان، ضروري خصو يبرد مزيان. بعد ما كيبرد الان غادي ندوزو نطحنوه. كنجيبو هذوك 2 برتقالات اللي بقاو عندنا كنقشرهم بنفس الطريقه وكنزول لهم البذور ديالهم بعد ما قطعتهم على شكل دوائر. كنجيبو السكر حسب الذوق. غنجيبو الخلاط الكهربائي، غندير فيه نصف الكميه ديال الخليط لانه غادي يجيني كتير. غادي نقسم الخليط ديالي على 2، غندير نصف الكميه ديال الجزر مع البرتقال بهذا الشكل هذا. وغندير واحد شويه من هذاك الماء اللي تسلق فيه الجزر. بهذه الطريقه هذه العصير ديالنا كيجي رائع، كيجي بنين، ما كيجيش مر نهائيا، ما كتكونش فيه المروره. يعني فقط جربوه فهو النتيجه ديالو مضمونه، كيجي هائل. غنضيف نفس الكميه ديال هذاك البرتقال اللي حتى هو قشرت، وغادي نضيفو السكر حسب الذوق، كيس واحد ديال الفاني. بالنسبه لكيس ديال الفاني راه كيبقى اختياري، ممكن ما تستعملوش حتى هو. غادي نقسمو على 2 صافي. وغادي نضيف الماء، غادي نضيف نص الكميه ديال الماء اللي عندي، مستعمله 2 لتر ديال الماء. الليتر الاول سلقنا فيه الجزر، الليتر الثاني غادي نطحنو به بعد ما تسلق. غنضيف نصف الكميه فقط وغادي نطحنو مزيان. دابا بعد ما طحنت العصير ديالي مزيان غادي نصفيه فواحد الشبكه اللي كتكون رقيقه. كنحيدو هادوك الخيوطه ديال البرتقال، ما كيبقاوش في العصير. اما الجزر فهو طيب مزيان، مطحون مزيان، فقط هادوك الخيوطه ديال البرتقال داكشي علاش غادي نصفيوه. دابا بعد ما صفيت الكميه الاولى والنصف الاول ديال العصير، غادي نعاود بنفس الطريقه الكميه اللي شاطت ليا. غادي ندير دوك الدوائر ديال البرتقال، كنضيف السكر، سكر الفاني، وكنزيد هذاك الجزر مع البرتقال والماء ديالو فاش سلقناه. وغادي نضيفو الماء، ما تبقى من الماء من هذيك 2 لتر ديال الماء صافي. وغادي نسد عليه وغادي نطحنو بنفس الطريقه، ودائما بنفس الطريقه كنصفيوه في الشبكه اللي كتكون رقيقه. داك العصير كيهبط لينا، المركز ديال العصير كله كيهبط لتحت، وهادوك الخيوطه ديال البرتقال كيبقاو لينا الفوق. ماشي شي كميه اللي هي كثيره، فقط هادوك الخويطات اللي كيكونوا رقاق ما كيجيوش زوينين في العصير هما اللي كيبقاو الفوق، وهذاك المركز البرتقال كله كيهبط لتحت. الان كنحصل على هذه الكميه هذه ديال مركز البرتقال اللي كتكون واحد الكميه اللي هي لا باس بها.
ممكن تحتفظوا بها في المجمد حتى كتبغيو تحضروا العصير ديالكم، وكتضيفوا ليها فقط اي فاكهه بغيتو، كطحنوا كتقدموه بالصحه والراحه. الان غادي نقسم هذه الكميه هذه على جوج، غندير نصف الاول في الخلاط الكهربائي. بالنسبه للخلاط كنغسلوه بالماء شويه باش يحيد لينا دوك الخيوط ديال البرتقال اللي بقاو لاصقين في الخلاط. كنضيف نصف الكميه وكنضيف ليها اي فاكهه حسب الاختيار ديالكم. انا اليوم غادي نضيف ليها البنان الموز لانه كيتواتى بواحد الشكل عجيب مع الجزر. بما انني قسمت المركز ديال البرتقال ديالي على جوج ديال الحصص، فغادي نقسم حتى الموز على جوج. غادي ندير في كل طحنه غادي ندير حبه واحده ديال الموز ونص، كنقطعوه على شكل دوائر وكنديروه، بعد كنطحنوا العصير ديالنا عادي. ممكن تضيفوا ايضا التفاح الا بغيتوا، حتى هو تيتواتى المذاق ديالو مع الجزر. ممكن تضيفوا البعويد، ممكن تضيفوا اي نوع من الفاكهه بغيتوا، ولكن بالنسبه لي انا هاد جوج ديال الفواكه هما اللي كيجيوني كيتواتوا بواحد الشكل زوين بزاف مع الجزر. عندك التفاح والموز. غادي نطحن الخليط ديالي مزيان حتى كيصبح عندي عصير عقد، وغادي نقدموه بالصحه والراحه. الان بعد ما طحنت العصير ديالي كنحصل عليه بهذا الشكل هذا، كيجي واحد العصير اللي هو لذيذ بزاف وخاتر، المذاق ديالو تيجي هائل. كنديروه في شي كاس كبير او في قراعي ديال الزاج، وكنحتفظوا به في الثلاجه حتى كيبرد مزيان وتنقدموه، او كنبردوا جميع العناصر من قبل عاد كنطحنوه. صافي غنكمل بنفس الطريقه، غادي نعاود ندير ما تبقى من العصير او مركز البرتقال مع الجزر في الخلاط الكهربائي، وغادي نضيف عليه الموز او التفاح او اي فاكهه كتفضلوا، وغادي نطحنو مزيان حتى نحصل على واحد العصير اللي كيكون عاقد، وغنقدمو بالصحه والراحه كيجي على هذا الشكل. الان غادي ندوزو نشوفو العصير الثاني اللي حتى هو كيجي رائع وكيجي لذيذ بزاف، المذاق ديالو هائل. غادي نحتاجو فيه جوج حبات ديال الموز، عندنا ثلاثه الحبات ديال البرتقال الكبير، جوج قطع ديال الفرماج مثلث، علبه واحده من الياغورت بنكهه ديال الفريزو الفخومبواز، ياغورت كريمي، عندي السكر حسب الذوق، وعندي لتر ونصف من الماء. الان كيف العاده خدينا البرتقال ديالنا قشرناه زولنا له قطعناه على شكل دوائر وزولنا له البذور اللي كتكون في الوسط. غادي نوضعوه في الخلاط الكهربائي. هنا قشرنا البرتقال كله، قشرنا ثلاثه الحبات ديال البرتقال. غنضيف عليه السكر اللي كيبقى حسب الذوق. غادي نضيف نصف كميه ديال الماء، ما كنضيفش الماء ديالي اللي عندي كله، كنضيف فقط نصف الكميه. وهنا قبل ما نخدموا العصير ديالنا جميع المكونات بارده باش كيجينا واحد العصير اللي بارد، كنقدموه مباشره بعد ما كنطحنوه. الان بعد ما طحنتو مزيان غادي نصفيه في واحد الصفايه اللي كتكون رقيقه باش كنحيدوا هذوك الخيوط ديال البرتقال. دابا بعد ما صفيت العصير ديالي صفيته مزيان، كنحصل على هاد القشره هادي اللي كتبقى عندي الفوق، دوك الخيوطه ديال البرتقال كنحيدهم، وغادي نعاود نرجعو للخلاط الكهربائي وغنضيف عليه اي نوع ديال الفواكه بغينا، ولكن بالضبط هاد العصير هذا كنضيفو عليه الموز فهو كيعطي واحد المذاق اللي كيكون هائل. غادي نضيف هاد الكميه كلها وغنضيف عليه الموز ديالي، جوج حبات ديال الموز اللي كيكونوا متوسطين. دائما بالنسبه للعصير الموز كنستعملوا البنان اللي تيكون طيب مزيان، هو اللي كنستعملوا في العصير، هو اللي كيعطينا واحد اللذه زوينه للعصير. هذاك البنان اللي كيكون ما طيبش ما كيجيش زوين نهائيا، كنحتفظوا دائما بداك البنان اللي كيبان لينا طيب مزيان، هو باش كنديروا العصير كنحتفظوا به في المجمد حتى كنبغوا نحضروا العصير، كنجبدوه وكنديروه مباشره في العصير، كيعطي واحد الختوريه واحد المذاق هائل جدا. الان غادي نضيف البنان ديالي كله، غادي نقشرو وغادي نحيد له الخيوط ونقطعو على شكل مربعات صغيره وغنضيفو. من بعد غادي نضيف جوج قطع ديال الجبن اللي كيكون مثلث، هاد الجبن هذا حتى هو كيعطينا واحد الختوريه للعصير وواحد اللذه اللي كيجي هائل.
ممكن تضيفوا جبن موتزاريلا او جبن مربى حسب اللي متوجد عندكم في الدار. وغنضيف علبه واحده ديال الياغورت، ياغورت بنكهه ديال الفريز والفرومبواز، نكهه ديال الفواكه، ياغورت كريمي او ياغورت بنكهه ديال الفاني او الموز. وغادي نضيف السكر اللي كيبقى حسب الذوق. اخر شيء غادي نضيف الماء، بالنسبه للماء كيبقى حسب الاختوريه ديال العصير اللي بغيتو. ما غاديش نضيف هذه الكميه كلها، وانما غنضيف غير واحد شويه. شفتوا شحال ضفت؟ تقريبا واحد الكاس. وغادي نطحنو مزيان. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو بعد ما طحنتو، راه كيجي عاقد وكيجي المذاق ديالو هائل. فقط جربوا هاد جوج العصائر اللي عطيتكم اليوم، كلهم كيجيو ممتازين، كيجيو منعشين، خصوصا في رمضان ان شاء الله كنحتاجو بزاف بحال هاد الانواع ديال العصائر، وايضا فاش كيكون الحال سخون. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم. كيجي هذا هو الشكل ديال العصائر ديالنا، العصير الاول اللي حضرنا بالجزر والبرتقال والموز، والعصير الثاني اللي توا داخل فيه الموز والياغورت والجبن، كيجيو هائلين. كنتمنى تجربوهم بالصحه والراحه. ما تنساوش الا عجبكم الفيديو ديروا جيم، شاركوا الفيديو مع الاصحاب والاقارب ديالكم باش تعم الفائده، شاركوا في القناه الى كنتو باقي ما مشتركينش، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.